نفكر في ما قد يحدث إذا كان لدينا محلول من هذا الجزيء والماء، وكيف يمكن أن يتفاعلوا، وهذه نوعا ما مراجعة في التسمية لنسمي هذا الجزيء أطول سلسلة. لنقل أن لدينا 1، 2، 3 كربونات، إذن سيكون البروب. بروب، وهو الكان كل الروابط أحادية، سيكون البروبان. بروبان، ومن ثم هذه أطول سلسلة هنا 1، 2، 3. لدينا مجموعة المثل متفرع من الكربون رقم 2، وأيضا لدينا مجموعة البروم متفرع من الكربون رقم 2. إذا سيكون اثنان برومو. لنكتب هذا، سيكون اثنان برومو، اثنان برومو، اثنان مثل، اثنان مثل. سأكتب هذا بشكل متقن أكثر، أحتاج مساحة أكبر لليسار. هذا سيكون اثنان برومو، اثنان مثل. المثل متفرع من الكربون رقم 2 بروبان. يعني نفكر كيف يمكن أن يتفاعل هذا مع الماء. الآن لدينا في هذا المثال الماء هو محب النواة، نيوكليوفايل. الأكسجين لديه بعض الإلكترونات أصلا هنا، لكن أكثر من هذا هو كهروسلبي بدرجة كبيرة، وهذا شاهدناه عدة مرات. إذا هو يتشبث بالإلكترونات من الهيدروجين. إنه ليس قوي كمحب للنواة كما في أنيون اليود، الهيدروكسيد آسف، الذي رأيناه في تفاعل SN2، لكنه محب للنواة، هو عمليا محب ضعيف للنواة. هذا هنا هو محب ضعيف للنواة، weak nucleophile، weak nucleophile. لا يمانع، حيث ربما يكون منجذب للنواة لأن لديه شحنة سالبة إضافية، لديه شحنة سالبة جزئية على هذا الجانب من الأكسجين، لأنه يحتضن إلكترونات الهيدروجين. لديه شحنة موجبة جزئية على هذه الأطراف، لكنه ليس بقوة الهيدروكسيد، والذي لديه شحنة سالبة حقيقية، ليس مجرد شحنة جزئية سالبة، ويريد بشدة التخلص من حمل الإلكترونات. لذا هذا محب ضعيف للنواة، weak nucleophile. وسنتحدث أكثر عن هذا، سنرى نوع واحد من التفاعل في هذا الفيديو، وسنتحدث أكثر في فيديوهات متعددة عن متى يحدث هذا النوع من التفاعل، أي في مقابل نوع التفاعل SN2. إذا لننظر إلى هذا هنا، لدينا البروم هنا، نعلم أن البروم هو كهروسلبي جدا، ونوعا ما مستقر عندما يكون لديه شحنة سالبة. عندما يكون لديه شحن سالب، على الأقل سيكون لديه 8 إلكترونات تكافؤ، وهو ما يجعله يشعر نسبيا بالراحة، بالرغم أن الشحنة لن تكون في حالة مستقرة تماما. إذا ربما، ولن أقول أن التفاعل سوف يسير بشكل أو بسرعة كبيرة في هذا الاتجاه، لكن ربما البروم سيسلب الإلكترون الذي لديه من الكربون، وهو كان أصلا محتكر نوعا ما. البروم أصلا كهروسلبي، لنرسم كل الإلكترونات التكافؤ للبروم. إذا لديه هذا الإلكترون عند ذلك الجانب من مع الكربون، سأرسم إلكترون الكربون على الجانب الآخر من الرابطة، ومن ثم لديه 6 إلكترونات تكافؤ أخرى. إذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 6، 6، 6، 7، وهذا عدد إلكترونات التكافؤ الكلي. إذا ربما يمكن تخيل أن البروم يأخذ إلكترون الكربون بالكامل. إذا لنرسم هذا، إذا سيأخذ هذا الإلكترون تماما، ومرة أخرى ذكرت أن هذا لن يكون الاتجاه السريع جدا، لكن قد يحدث هذا قد يحدث. إذا هذا التفاعل ليس بالضرورة أن يسير بسرعة كبيرة، سيكون نوعا ما في توازن. إذا كان سيحدث هذا، سيكون في توازن مع هذه الحالة. سأرسم الجزيء الأصلي. إذا لدينا الكربون، ولدينا مجموعة الـ CH3 خلفه، ولدينا مجموعة الـ CH3 أمامه، وهناك CH3 في الأعلى منه، لكن الآن البروم غادر البروم، لم يعد مرتبط به، وهو لديه إلكترونات التكافؤ الأصلية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هذا الإلكترون هنا كان بالأصل مترابط مع الإلكترون من الكربون، لكن الآن البروم أخذ الإلكترون
البرتقالي بالكامل. لديه شحنة سالبة، الكربون خسر الإلكترون البرتقالي لذا أصبح لديه شحنة موجبة، الآن شحنة موجبة. الآن قد يكون من الجيد أن يأتي الأكسجين إلى هذا الخليط، آسف، إذا الماء دخل في هذا الخليط إذا سأرسم جزيء الماء هنا، جزيء الماء هنا، هو محب ضعيف للنواة، لكن هذا الكربون يريد إلكترون بشدة، لديه شحنة موجبة، وهو كربون كاتيون ثالثي، إذا هو مستقر بحد معقول، وهذا أحد الأسباب التي تفسر سبب حدوث هذا، إذا كان هذا الكربون رئيسي أو أولي أو غير متصل مع كربونات، غير متصل مع كربونات، رئيسي أو أولي أو غير متصل مع كربونات أخرى، عندها سيكون من الصعب لهذا الكربون أن يتحول إلى كربوكاتيون، لكن لأنه ثالثي هو نوعا ما مستقر، يكون لا يجب، هو يريد إلكترون بشدة، هو يريد إلكترون بشدة، إذا يمكن أن تتخيلوا الآن أن هذا الأكسجين، أو أقصد هذا الماء، سأكون حذر، هذا الماء سيعطي واحد من إلكتروناته، لذا ربما ذلك الإلكترون هناك سيعطيه إلى الكربون، سيعطيه إلى الكربون، يمكن أن نبين هذا على أنه محب للنواة وهو منجذب إلى النواة الموجبة للكربون، ومن ثم ماذا سيحدث؟ وحالما نكون في هذه المرحلة هذا التفاعل في الواقع سوف يحدث أسرع بشكل بكثير من هذا هنا، هذه في الواقع حالة مستقرة بشكل معقول، لهذا رسمت التوازن، لكن الآن هذا سيكون عمليا تفاعل أسرع، إذا سأرسم فقط سهم هنا، ومن ثم سيبدو بهذا الشكل. إذا لدينا الكربون الأصلي، الجزيء الأصلي، الجزيء الأصلي، وهذا الذي خلفه هو CH3، لدينا CH3 أخرى في الأمام من الكربون، الآن هذا الماء هو منجذب له، إذا سأرسم الأكسجين والهيدروجينان، الأكسجين والهيدروجينان، الأكسجين لديه هذان الإلكترونان، كان لديه إلكترون آخر هنا، هذا هو هذا هنا، سأستخدم هذا اللون لرسمه، إذا الأكسجين لديه الإلكترون هذا هنا، لكنه زوج الإلكترون الذي كان مقترن معه، الآن معطى للكربون، سيترابط هذان الإلكترونان ما يزالان مقترنين، الآن هذا الماء لديه شحنة محايدة متعادلة، لكن الآن هو سيعطي واحد من إلكتروناته، إذا الآن الماء نفسه سيكون لديه شحنة موجبة، أو أعتقد مجموعة الماء هذه، أو يمكن القول أنه أصبح مجموعة الأكسونيوم الآن لديه شحنة موجبة، وآخر شيء قد يحدث، آخر شيء يحدث هو ربما جزيء ماء آخر، أو في الواقع قد يكون البروم يأتي وينتزع واحد من بروتونات الهيدروجين، واحد من بروتونات الهيدروجين، لذلك هذا الإلكترون قد يعاد أخذه من قبل هذا الأكسجين، دعوني أبين ما الذي أتحدث عنه، إذا ربما يمكنكم أن تتخيلوا جزيء ماء آخر، هناك البلايين منهم، لنرسم جزيء ماء آخر هنا، جزيء ماء آخر، لدينا جزيء ماء آخر هنا، هذا سيحدث بنفس الوقت، هذا قد يعطي واحد من إلكتروناته لنقل إلى هذا الهيدروجين هنا، وإذا حدث هذا بنفس الوقت هذا الإلكترون الذي كان لدى الهيدروجين يمكن أن يعطى مرة أخرى إلى الأكسجين الأصلي هنا، إذا هذا الأكسجين سيستعيد هذا الإلكترون، وعندما يحدث هذا التفاعل سيتبقى لدينا لنرسم البنية الأصلية. إذا لدينا CH3 خلف الكربون، CH3 خلف الكربون، ولدينا CH3 في الأمام من الكربون، لدينا CH3 في الأعلى من الكربون، وهذا يقوم بكل التفاعل، ومن ثم يترابط مع الأكسجين والذي يترابط مع الهيدروجين، مع هذا الهيدروجين فقط، لأنه يستعيد الإلكترون من الهيدروجين هنا، فقط هكذا. وأيضا لدينا البروم مع شحنته السالبة ولديه 8 إلكترونات تكافؤ الآن، ومن ثم بالطبع لدينا أكسونيوم إضافي، إذا هذا الأكسجين هنا يعطي هذا الإلكترون إلى هذا الهيدروجين، إذا الآن سيترابط مع ذلك الهيدروجين،
وإذا أردنا رسم كل الإلكترونات التكافؤ على هذا الأكسجين هنا سيبدو هكذا. إذا لدينا هذان الاثنان، إذا واحد اثنان، لدينا هذا مع الثلاثة إلكترونات ترابط، وهذا إلكترون، سأستخدم لون آخر. إذا لدينا هذا، لديه نفس إلكترون التكافؤ مثل هذا، لديه رابطة واحدة مع الهيدروجين. سأوضح هذا، لديه رابطة هنا مع الهيدروجين. إذا هذه الرابطة الهيدروجينية هنا، هذه الرابطة مع الهيدروجين، لا أريد تسميتها رابطة هيدروجينية، أعتقد أن الفكرة وصلتكم. لديه إلكترون التكافؤ هنا على ذلك الطرف من الرابطة، ومن ثم كان لديه إلكترون التكافؤ هذا، كان لديه هذا الإلكترون هنا على هذه النهاية من الرابطة مع الهيدروجين، وكان هذا بهذا الشكل، ومن ثم أخذ الإلكترون الآخر من الهيدروجين. إذا هو هنا. إذا مرة أخرى، ما يزال لديه 6 إلكترونات تكافؤ، الآن هو أكسجين متعادل، 1 2 3 4 5 6. إذا كنا قادمين على تفاعل هذا الاثنين برومو، اثنان برومو اثنان مثل بروبان مع الماء، وهو محب ضعيف للنواة. سنتحدث أكثر عن النيوكليوفايل القوي والنيوكليوفايل الضعيف لاحقا. ما تزال السلسلة الأطول هي 1 2 3. ما تزال بروب، سيكون لدينا البروب كبادئة، وفي الواقع لم أخبركم بهذا، لكن بما أن لدينا مجموعة OH فإن هذا كحول، والطريقة التي نسمي بها الكحول هي بإضافة مقطع أول إلى البادئة التي لدينا. إذا سنسمي هذا بروب، وأحيانا بروب بروب بروبان يسمى بروبانول، لكن ما بما أننا نريد أي كربون نحن عنده، هذا واحد اثنان ثلاثة، إذا هذا بروبان اثنان أول، بروبان اثنان أول. وبالطبع لدينا أيضا مجموعة المثل على الكربون الثاني، إذا هو اثنان مثل بروبان أو بروبان اثنان أول، اثنان مثل بروبان اثنان أول. الآن هذا التفاعل بأكمله الذي بيناه هنا يسمى تفاعل اس أن وأن، وقد يكون لديكم إدراك لما هذا اس أن 1 بدلا من اس أن 2. إذا لنكتب هذا، هو تفاعل اس أن 1. اس اختصار لسبستيتيوشن، والتي تعني استبدال، سبستيتيوشن ان ان اختصار لنيوكليوفيليك، محب للنواة، نيوكليوفيليك محب للنواة. كان لدينا محب ضعيف للنواة في جزيء الماء، وتم استبداله. الآن واحد تعود إلى حقيقة أنه الأبطأ، خطوة تحديد سرعة التفاعل معدل التفاعل في هذه الآلية ستحدث هنا بالشكل الأبطأ، وهذا يشمل فقط واحد من المتفاعلات، هذه هنا كانت خطوة تحديد سرعة التفاعل أو معدل التفاعل. البروم يسلب إلكترون من الكربون، وهذا لا يشمل هذا الماء إطلاقا، ولا يشمل كلا المتفاعلات كما شاهدنا في تفاعل الـ SN2، بما أنه يشمل فقط متفاعل واحد فهو تفاعل SN1. نرى.